الآن سيكون هناك شيء مثير للاهتمام. أريد الدونات. حضروا لي الكعك. هذا سهل. نعم، سيتم الأمر. اختيار موفق، لكن هل بدأ في الطهي؟ حسنا، العجين جاهز. نقطع الكعك. ثلاثة قطع ستكون مثالية. الآن حان الوقت لتسخين المقلاة. الشيء الرئيسي هو ضبط درجة الحرارة. نضع الزيت. نعم، يبدو الأمر سهلا. أوب. توم، لا تصيب جدتك بنوبة قلبية. اهدئي، كل شيء يتم الاعتناء به. أوبس. ماذا لدينا الآن؟ الزيت بالضبط. أعتقد أن هذا سيكون كافيا. الآن نحن ننتظر حتى يسخن. ماذا؟ هل تقلون بالفعل؟ حسنا، سأفعل ذلك أيضا. واحد، اثنان، ثلاثة. مرعب، رذاذ الزيت يحرقني. توم، لماذا سكبت الكثير من؟ أوهو، علي إنقاذ الكعك. رهيب. يبدو هذا خاطئ. تدمرت الدونات. هذا فشل. لا تقلق عزيزي، لكن الكعك الخاص بي جاهز تقريبا. سوف أزينهم الآن. دعونا نقطعها هكذا. الإنسان يأكل بعينيه، لذلك فإن المظهر هو أهم الشيء. كل شيء يجب أن يكون جميل. شهي. نعم نعم، جيد، لكن الكعك الخاص بي سيكون أفضل حتى بدون زينة. هكذا. أحسنتم عملا. وأنا لدي فكرة. القليل من الجبن. عظيم. وأصبها في قالب الدونات. وللزينة سأخذ التشيتوس المفضل لدي. القليل من العمل مع المطرقة. هل يعرف حتى ما هو الكعك؟ هكذا، سأستخدمه كإضافة. حسنا، كيف؟ يجب أن يكون رائعا. مذهل، لكن هناك شيء مفقود. أوه جدتي، هل يمكنني أن أخذ هذا منك؟ حسنا، خذ. شكرا. يمكن التخلص من المقلاة، لكن الموقد سيكون مفيدا. بعد ذلك أحتاج إلى غلاف. هكذا سألف كعكات الجبن وأرسلها مباشرة إلى الموقد. أنتظر قليلا. يبدو أن كل شيء جاهز، يمكن التقديم. جميل. حسنا، ماذا لدينا هنا؟ رائع، كل شيء مختلف تماما. سأبدأ مع هذه. تبدو فاتحة للشهية. مذهل، هناك حشوة في الداخل. هذا بصراحة لذيذ. إذن ماذا لدينا هنا؟ هذا لطيف، لنجرب. هل هذه كعكة دونات؟ بطريقة ما ليست جيدة. وما هذا؟ واو، دونات بالجبن. إنه أمر مدهش تماما، لكنني ما زلت أحب دونات الحلوى. الشيف فاز. نعم نعم، كنت أعرف. إذن لدينا الشيء التالي هو الشطيرة. لا مشكلة، لا يمكنك هزمي. أوكي. أوه حسنا، أعرف كيف أفعلها، لكنني سأصنع شطيرة حلوة. أحتاج إلى بعض النوتيلا. هكذا. أذهانها جاهزة. وبعد ذلك أحتاج إلى المارشميلو. مثالي. وبالطبع الشوكولاتة. وأيضا أضيف مارميلات قوس قزح. لا أنسى الصلصة بالطبع. للمزيد من الحلاوة والجمال. جميل. جاهزة. إذن هناك القليل من الرشات للجمال. جاهز. مرعب، كم كمية السكر الموجودة؟
سأصنع شتيرة أكثر من عادية، بعض اللحم المقدد والجبن، وكل ما تبقى هو قليها جيداً. أقلب وانتهينا. جاهزة؟ يا إلهي، لا يوجد أصالة ولا تميز، لذا دعونا نحمص الخبز جيداً. بيرفكتو. ورقة من الخس والطماطم، والآن شطيرة بدون اللحم. ما هذا؟ المكون السري الخاص بي هو الحلزون الفرنسي. هكذا؟ رهيب، يجب أن أحررها من الصدفة. أشعر بالإقياء. لا أفهم أبداً هذه الترندات. يا له من كابوس، بعض الأصداف. هذا المحار مثالي لساندويتشتي. مرعب، مرعب فقط. إنه يسمى المطبخ الراقي، لكن هناك شيء مفقود. بالطبع، دور الجبنة الزرقاء تتناسب بشكل رائع مع المأكولات البحرية. هل هذا كل شيء؟ إنها القشة الأخيرة. جدتي، هذا كل شيء، انتهينا. كم هذا رهيب. ماذا؟ هل أنتم جاهزون؟ رائع، شطائر مذهلة. سأبدأ بهذا. أي؟ صدفة؟ ما هذا؟ محار؟ مرعب. هذا يبدو فاتحا للشهية أكثر. لنجرب. شهي، كم أحب الحلوى. لذيذ. إذن آخر واحد. كم هي لذيذة، فقط مذهل. الجدة تفوز، مبروك. أوه، رائع. إذن ماذا لدينا بعد؟ الآن أريد سيزر. مذهل. أخيراً. ما هذا؟ لنبدأ. أقطع الطماطم. إنه أصعب مما كنت أظن. حسناً، انتظر أيها الطماطم، سأريك. ماذا تفعل؟ كن حذراً أيها الشاب. هذا في غاية البساطة. هكذا وانتهينا. ونقطع كل شيء. والآن أضيف أوراق الخس. وإلى أين بدون الدجاج؟ قطع كبيرة. مذهل. سلطة مذهلة خلابة. أوه، إنهم غير مغوبين. لدي فكرة. بعض الجرجير الطازج والمكون السري. كل هذا في الخلاط، وأخفقهم جيداً. جاهز تقريباً. إنه مذهل. ماذا تفعل؟ سوف أحتاج إلى قدر صغير. نسكب كل السائل فيه. لا أعرف ماذا تفعل. ولا أنا. غريب. حسناً، ليس مهم. حقنة كبيرة وشفاط. والسحر يحدث. النقانق في المطبخ الراقي. دعونا نضيف الخس والطماطم. وبالطبع الدجاج. هذه القطع تتناسب تماماً. وبالطبع نضيف بعض الخبز المحمص، سيعطي طعماً رائع. وبالطبع في الأخير نضع الجبن. بالطبع، نسيت تقريباً أبشر بعض الجبن. هيه، ماذا يحدث؟ أقوم بتقطيع الخضار، إنه ممتع للغاية. حسناً، مرة أخرى، لا شيء يعمل معي. فكرة، لدي علكة رائعة. أنا سأستخدمها كأوراق سلطة. تبدو لطيفة جداً. سأزين الطبق بالعين السكرية.
وسأضيف المارشميلو وبعض الديدان الصمغية السكرية. يا لها من سلطة جاهزة. هراء بالكامل، نحن جاهزون. حسناً دعونا نرى، سأبدأ بهذه. ما هذا؟ فو، مقرف مقرف. قطعاً لا. ماذا لدينا هنا؟ حسناً، نعم إنها سلطة، لا شيء غير عادي. وبعد ذلك لدينا شيء مثير للاهتمام. لذيذ جدا، هذا بتأكيد الفائز. هاي، لقد فزت. رائع، باربرا محظوظة، لديها وعاء كامل من الفشار. نيك لديه أقل بقليل لكنه ليس متضايق. لكن جولي ليست محظوظة، واحدة فقط. جولي ابدأي. لدي فكرة، أين مسبل الشعر؟ كمان بالضبط ما هو مطلوب. سريع ولذيذ. رائع، أنا التالي. سأقوم بصنع هذا الفشار بسرعة. واو نيك، لم تقل أنك طاهن. اكتب الوصفة، خذ مقلاة، اسكب حبات الفشار، وننتظر بضع دقائق ونستمتع. رائع، يا له من انفجار، احذروا يا فتيات. رائع. واو نيك، هذه حقا وصفة متفجرة. لدي طريقتي الخاصة في صنع الفشار. أضع خلطة التباسكو مع الكولا وأقدم مشروبا لصديقي المفضل. ماذا؟ ما هذا الطعم؟ بالضبط ما هو مطلوب، شكرا نيك. حار حار، لذيذ. كم عدد العيون لدى باربرا ونيك؟ لكن جولي لديها واحدة فقط، قليل جدا. خاسرة نيك، إذا لم تكن قد لاحظت، جولي ليست في مزاج المزاح. سوف يتعلم. لماذا أقاتل على الفور؟ سوف أنتقم. نيك، ما الذي ستفعله؟ تعصر الكاتشب على العين. أوه، يا له من رعب. جولي، يمكنك أن تأكلي عيني إذا أردت. ماذا؟ هل هذه حقا عينك؟ نعم، خذيها. أبعدوها. باربرا، احذري، أكلت عينك. سوف أنقذك. احذروا. كوب من القهوة المنعشة في الصباح هو ما أحتاجه. كم هو لذيذ. ما هذا؟ عين. يا رفاق، أنتم مضحكون. حان دوري الآن. كم هو لذيذ، مستعدة لأكلهم دائما. يا لها من شهية وسرعة. دوري، أقوم بتشغيل وضع التوربو. رائع نيك، لقد أكلت كل شيء دفعة واحدة. هل يمكنك مشاركة الفتيات؟ إنهم جائعون أيضا. قطعة واحدة لو سمحت. لا، إنهم لي. نيك، لا يمكنك أكل الكثير من العيون السكرية دفعة واحدة. متأخرة، الآن يمكنك مشاهدة جميع مقالب الفتيات. مقرف، لدي الكثير، أبعدهم عني. لدي واحدة فقط، أستطيع تحمل الأمر. ما هذا؟ يا رفاق، اجمعوا نفسكم معا، يمكنكم التعامل معه. سأبدأ أولا. باربرا، هذه بذرة، لا تحتاج إلى أكلها، تحتاج إلى زراعتها. احذروا. باربرا، انظري أين ترمين. الآن سأزرعك. يجب أن تنمو. لماذا لا تنمو؟ باربرا، عليك أن تنتظري قليلا، أعطيها بعض الوقت لتنضج. سأبدأ أنا. الشيء الرئيسي هو أن أكل بسرعة حتى لا أشعر بالطعم. فو، مقرف، أنا بحاجة لتغيير هذا الطعم الفظيع. سوف أقترض هذا، أنا بحاجة ماسة لسقي زهرتي. هزة أرضية، اختبئوا. لا تخافوا، لقد نبتت فقط بذرة باربرا. الآن باربرا لديها شجيرة البروكولي الخاصة بها. هذا مقرف، أنا أكره البروكولي. رعب. باربرا، يجب أن تغتسلي. أنت يجب أن تأكلي البروكولي الخاص بك. لا، ليس البروكولي. لكن لدي فكرة عن كيفية التخلص منه. انظر، هناك أخطبوط. جولي، أتعلمين أن جميع المحتالين سيعاقبون عاجلاً أم آجلاً؟ على وعلى ذلك، فقد أعدناك بالفعل هذا لك. كان ذلك لذيذاً.
إذن تفضلي أكثر. لا، هذا مقرف. في المرة القادمة لن تغشي. واو، بطاطس مقلية. كل الرفاق متحمسون للغاية. بعد كل شيء إنه لذيذ جدا. لا جولي، لم يحالف الحظ. لديها بطاطا صغيرة واحدة فقط. كم هو لذيذ، لكنه قليل جدا. أنا أريد أكثر. حان دوري الآن. باربرا، أعطني القليل. ماذا؟ حسنا، بطاطا واحدة فقط. بالطبع، خذي. أها، لقد صدقتي. حسنا، سأرتب لك ذلك. جولي جعلت كاتشب باربرا حارا بشكل فظيع وقاسيا جدا. بحاجة إلى التبريد بشكل عاجل، لكن ليس الكاتشب بعد كل شيء. أشعر بتحسن. أوكي. نعم، هذا يكفي من الكاتشب بالنسبة لي. نيك، راقب البطاطس وإلا لن يتبقى شيء. ماذا؟ لذيذ. لقد أكلت كل ما عندي من البطاطس. خذي هذا. نيك، لا تنزعج، في المرة القادمة ستكون أكثر انتباهاً. رائع، علبة برينجلز كبيرة. ونيك محظوظ، ولد باربرا هرم كامل فقط. ممتاز. جولي لديها واحدة فقط وهي صغيرة جدا. سنصلح الأمر. هذا أفضل. لماذا تقف؟ هيا دورك. لماذا لا تفتح؟ احذر لا تكسر أسنانك، يبدو أنك لن تحصل عليها. لهذه الحالة لدي منشار. بحذر. بضع ضربات والعلبة مفتوحة. نيك، أنت ماهر فعلا. انظروا. واو، يا لها من قوة، حتى أن البرينجلز يطير إلى الفضاء. افتح فمك بشكل واسع، فالرقائق تطير إليك. احذر نيك. أوتش. نيك، هل أنت بخير؟ ما يبدو له. حسنا، دوري، سآكل. واو، باربرا، يا لها من شهية. انظري أين ترمين. هذا مؤلم. كم هو لذيذ. ماذا حصل؟ لكن من الأفضل البقاء تحت الطاولة. باربرا تقصف هنا. جولي، انزلي. رائع، أنت على استعداد، لكن نيك ليس كذلك. عملية البناء تسير. باربرا تحافظ على البرج بشكل جيد. قد نجح. ماذا حدث؟ جولي لم يحالف الحظ مرة أخرى. لديها قطعة واحدة فقط، على عكس نيك، لديه طبق كامل من السكيتلز. رائع، ولد باربرا مجموعة من كل الألوان. واحدة فقط وصغيرة جدا. اهدأ، لدي فكرة. جولي، لست متأكدة مما إذا كان هذا سينجح، لكن يمكنك التجريب. هذا فقط رائع. هذا أفضل. رائع. كم هو لذيذ. فقط ممتاز. أنا مستعدة لأكل السكيتلز إلى الأبد. رائع. نيك، دورك. انظروا ماذا سأفعل. رائع، أنت مليء بالمفاجآت، لكن يجب أن تتدرب قليلا. لا، لكنني أعلم ما لديه الكثير. لا أعتقد أن باربرا ستحب فكرتك. الشيء الرئيسي هو أنها لن تلاحظ. أبعد يديك. أوتش. كل شيء لي. منك التي يجب أن أبدأ بها؟ هذا أو هذا أو ربما هذا؟ لا أستطيع أن أقرر، الأمر صعب. فكرة؟ ما هذا؟ إنها كرة اليانصيب لمساعدتي في اختيار اللون. أختار.
تضعفها؟ بالضبط ما هو مطلوب. أوكي. الأخضر سأبدأ معه. كم هو لذيذ. أنا أحب السكيتلز. أريد أن أجرب كل النكهات دفعة واحدة. كم هي لذيذة. أتساءل ماذا هنا؟ ما هذا؟ رائع. إنها حلوى سكيتلز عملاقة. واو، كم هي ضخمة وربما لذيذة بشكل لا يصدق. هذا صحيح، لذيذة جدا مع مفاجآت. يا بنات خذوا، هذا يكفي للجميع. واو تويكس، هذا لذيذ. اوكي. الرفاق حريصون بالفعل على بدء التحدي. أن تكوني أكثر حذراً. لدي فكرة. أرجوك جولي كوني حذرة، ستقطعين كل شيء هنا الآن. انتهيت. كم هي لذيذة، يمكنني أكلهم إلى الأبد. جولي أنت متسخة جدا، أنت بحاجة للاستحمام بشكل عاجل. أنا التالية. رائع، لقد أزلت كل الأغلفة بهذه السرعة. ممتاز. كم هو لذيذ، لكن هناك شيء مفقود. الحليب الدافئ هو ما أحتاجه. المزيج المثالي. جدار حقيقي من عصير تويكس. والآن سأعيد بناءه. أين مواد البناء الخاصة بي؟ النوتيلا. ممتاز، سأبني ناطحة السحاب حقيقية من التويكس. كليك، ما كان يجب أن تترك الفتيات وحدهن بعصير تويكس. أنا أرتدي خوذة. ربما سأخذ هذا، طلبته. إنهم يطرقون الباب بالفعل. إنها الطلبية. سأفتح أنا. التوصيل، مرحبا. ها هو طلبك، يوم جيد، إلى اللقاء. واو، صندوق ضخم جدا، دعونا نوزعه. أنا بحاجة إلى تحريك هذا الحطام القديم. يجب أن أساعد، سوف أشارك. سأفعل ذلك بسهولة. وأنا سأزيل القمامة، هذا مفيد أيضا. ها هي الألواح الخشبية. ما هذا؟ أوكي. الآن سوف أطرق هذا المسمار. سأفعل ذلك بشكل احترافي. بضع حركات وانتهيت. ماذا حدث لفستاني؟ ثوب الوردي الجميل. أعشق اللون البرتقالي. اللون المفضل لدي هو الأزرق. بالطبع سألون الجدران باللون الأزرق. ستكون جدران جميلة جدا. سوف ألون كل شيء. مذهل. انتهيت من هذا الطلاء الآن. أنيق. لا يوجد شيء أخضر هنا. أنا أحب الجدران أن تكون خضراء. أحب الإشراق كثيرا. هذا رائع. لماذا تفعلون ذلك؟ بالطبع أنا أحب اللون الوردي، لكنني بحاجة إلى تزيين هذه الجدران قليلاً. المخمل أجمل بكثير. سأنعمه قليلاً. هذا سيجعله أكثر أناقة وراحة. ما الذي يقدر علي؟ اللون البرتقالي الجميل، خلاب. إذن يا فتيات، هل أنتم جاهزات؟ حان وقت النوم. كم هذا قاس؟ رأسي يؤلمني. ماذا أفعل؟ لدي فكرة. سيكون علي الإحماء قليلا قبل ذلك. الآن أخذ المضرب. حسنا، من معي؟ ما خطبك؟ هل يمكنك مساعدتي في رمي الوسائد للأعلى؟ ولم لا؟
أها أنا أعرف ماذا سأفعل. سأخذ هذه الوسادة. أمسكي. ممتاز. شكرا جزيلا، هذا ما احتجته بالضبط. واحدة أخرى. أوه لكن هناك شيء مفقود. ها هي. أمسكي آخر واحدة. أمسكي. أنا أمسك. أوه لا، الكتاب تحطم. كماذا غير صار؟ ما هذا؟ كتابي لعلم الأحياء. آسفة، لم أقصد ذلك. سأتظاهر أنه ليس أنا. والآن سأذهب بهدوء. أوي، ما هذا؟ ما هذا الصندوق؟ مثير للغاية. أحتاج إلى فتحه، لكن أولاً سأضعه على سريري حتى لا يلاحظه أحد. من الواضح أن هناك شيء مثير للاهتمام. واو، جميل. أنا أعشق كرة السلة وكل شيء يتعلق بها. بماذا سأزين سريري أيضاً؟ أوه، هذه الأعلام. جمال نري. دامبلز. وكيف سيكون الأمر بدونهم؟ خطرت لي فكرة. سأعلق الخطافات وأضع الدامبل المفضل لدي عليها بعناية. كم أنا قوية. أوه. هذا شيء رائع. وأنا أريد أن أزين غرفتي أيضاً. ماذا يوجد في صندوق الأزرق؟ أها، رف كبير للكتب. سأضع كتبي المدرسية، فن، علم الفلك واللغة اليابانية أيضاً. وأعلق المصابيح الكهربائية، وإلا كيف سأقرأ؟ لا أحب القراءة في الظلام، هذا يؤلم عيني. لعبتي المفضلة كم هي ناعمة. والوسائد أمر لابد منه. وهناك أيضاً خريطة جغرافية، سوف ألصقها هنا. رائع، مريح للغاية، يمكنني النوم الآن. أنا بحاجة لصنع بعض الجمال. ماذا عن صندوق الوردي؟ بالطبع لا توجد زينة كافية. سوف أنفخ تمثالا حتى أتمكن من الاستمتاع بالجمال والراحة معا. لا أستطيع التنفس. ماذا تفعل هناك؟ أخيرا نفخت فلامينغو وردي رائع. ووسائد وردية، هذا مذهل. ماذا لدي أيضاً؟ فراشات مضيئة. أحب كل هذا الجمال. سوف ألصق القلوب أيضاً. رومانسي. الآن هذا ممتع للغاية. نعم ومريح. لقد قمت بعمل رائع. ماذا يوجد في صندوق الأخضر؟ سأعلق كل ما عندي من زينة هنا. الهياكل العظمية مناسبة جداً. ممتاز، سوف أنشرها هنا. الرف سيكون هنا. ومصباح الحمم فقط مثالي. الوسائد الخضراء الداكنة تضيف أناقة إلى سريري. رائع. أريد أن أكل شيئاً ما. أنا أعرف، سأطلب من ماكدوك. سأشتري كل أنواع الأشياء اللذيذة. لقد وصلوا بالفعل، رائع. مرحبا، شكرا على الطلب. مع السلامة. مذهل، سأكل أخيرا. ماذا لدي هنا؟ فطيرة الكرز. إنها لذيذة جدا. الآن سوف أكلك. الأخضر لي. تعالي أعطني هنا بسرعة. ممتاز. للأسف. إذن سأرى ماذا يوجد غير ذلك. همبرجر في علبة زرقاء، أريد أن آكله. إنه لي، إنه أزرق وهذا لوني. مذهل. الخبز مع الخس كما أحبه. انتهينا، أنا ذاهبة. مهلا، ماذا عني؟ هناك همبرجر آخر. سأستدير بهدوء حتى لا تراه. لا، خمنت بالفعل أن لدي همبرجر. هيا خذي. كم هذا لذيذ، لقد كنت جائعة فعلا. هل بقي أي شيء آخر هنا؟ لم يتبقى أي شيء من طلبي، كيف ذلك؟ هيا انزل. نعم. ماذا سآكل؟ صلصة؟ هذا ليس ألذ طعم في العالم، لكن سأجربه الآن. يم يم يم، لا بأس به. حسناً، سأكتفي بالصلصة على الرغم أنني أردت تناول شيء ألذ. ليس هذا، ليس ذاك. ما هذا؟
انطفأ هاتفي. وماذا سأفعل الآن؟ أشعر بالملل جداً. أتساءل ماذا تفعل الفتيات؟ جميعاً على هواتفهم. ها، خطرت لي فكرة. دعونا ننظر ماذا في صندوق الأخضر. هذا هو معنى الترفيه والتسلية. تلفزيون رائع حقيقي. بالكاد يناسب غرفتي الصغيرة المريحة. وهنا سأضع سوني بلاي ستيشن الأنيق. الآن سوف ألعب. يا بنات، من سيلعب معي؟ لدي بلاي ستيشن. كمان. أنا سأتي إليك. سنمرح. خذي هذه القبضة. عظيم، ماذا سنلعب؟ سأهزمك الآن. لا، أنا سأهزمك. واو، رائع. ماذا يحدث هناك؟ أنا أريد أيضا. دعنا نلعب معا لنرى ماذا لديهم. مرحبا يا فتيات. فات الأوان. كم هذا مزعج. ماذا سنفعل الآن؟ لدي فكرة. ماذا تقصدي؟ انظري ماذا لدي. شاشة وردية. وهذا ليس كل شيء. لدي نظارات الواقع الافتراضي وأجهزة التحكم عن بعد. سنحظى بالكثير من المرح الآن. هل ستلعبي معي ماينكرافت؟ ممتاز. إنها أكثر متعة من لعب نوع من ألعاب البلاي ستيشن. إذن هيا بنا. خذي عصا التحكم ودعنا نستمتع على أكبر وجه. واو، انظري ماذا لديهم. يلعبون ماينكرافت في الواقع الافتراضي. واو، أنا أريد أيضا. أنا أيضا. دعنا نشاهد. مرحبا يا فتيات. ماذا؟ لماذا تقاطعوننا؟ لا، نحن مشغولون بالفعل. مستفزات وشريرات، لا يسمحون لنا باللعب.